جدد سفراء الاتحاد الأوروبي التأكيد دعم الرئيس رشاد العالمي ومجلس القيادة الرئاسي ووحدته والدعوة إلى التعاطي البناء مع جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بحسب بيان صحفي في ختام زيارة السفراء إلى عدن، وكان قد اختتم سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى عدن، وركزت النقاشات على التطورات الأخيرة، وأثنى السفراء على التزام الرئيس العليم بالسلام والتعاطي الإيجابي مع الجهود الجارية للسلام.